كم يوم فقت الصبح قدام المراية شفت حالي مكفشل وشكلي بضحك. سألت مرتي قالت لي شو مش ملاحظ؟ إلك فترة مثل كأنك لابس على وجهك فردة كلسات سودة ومقلوبة. العمى وأنا أقول ليش هالعالم عم يتطلعوا فيي هيك. لما سألت صاحبي قال لي هذا من كتر السعادة اللي عايشين فيها. رحت صرت أسأل رفقاتي يابا أنت سعيد بحياتك؟ ما بعرف ليش لهلا كانت تطلعاتهم فيي بتشبه ريحة التوم. واحد منهم بس قال لي ما أنت عارف إنه أنا سعيد، شو قصتك خرفت؟ فعلا أنا خرفت، لأنه اللي قال إنه سعيد كان هيك اسمه. بياع الخضرة تحت بيتي أحلى بيتنجاني عنده بتشبه وجهي. هذا رأيي، فكر فيها.